أرجو منك فقط أن تقول في الخارج أنني مت تحت التعذيب. يخرب بيتك يا حافظ أسد، حابس سوريا كلها. قال أنت متهم بتأسيس إمارة إسلامية في قطر. وشو قصتك مع الله أكبر؟ قلت له ليش، مين قال إن الله أكبر لكم بس؟ فبأي حق تعيب علي الله أكبر؟ أنا جوري الصبرة، مواليد مدينة قطنة في ريف دمشق الجنوبي الغربي. درست في دمشق بدار المعلمين العامة، وتخرجت أيضا من جامعة دمشق عام 1971. عملت في التعليم، أرسلت في عام 78 ببعثة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، منتسب للحزب الشيوعي المكتب السياسي منذ عام 1970. اعتقلت في الحملات الثانية للحزب خلال الثمانينات، ب87 اعتقلت، بقيت رهن الاعتقال حتى 1995. خلال الثورة اعتقلت في 10 نيسان 2011، وكان من الطريف أنني حكمت بتهمة إنشاء إمارة إسلامية في مدينة قطنة، وكذلك بالتحريض على التظاهر. نشوء المعارضة في سوريا، المعارضة الوطنية الديمقراطية، سابق بسنوات عديدة للصراع بين النظام والإخوان المسلمين. بدأ ذلك بوضوح منذ بداية السبعينات وانقسام الحزب الشيوعي. كان أفق المعارضة هو إجراء التغيير الوطني المتدرج السلمي والآمن. ما ثبت أن لم يكن هناك أفق لنجاح هذا الطرح، لكن أيضا لم يكن هناك طريق آخر أمام المعارضة. لذلك عندما قام النظام بحملاته بدءا من عام 1980، كان للحزب الشيوعي المكتب السياسي نصيب كبير من هذه الحملة. صارت استراتيجية الحزب هي الاستمرار، لذلك كان قرارنا عدم الاستسلام والذهاب إلى السجون. في عام 1984 ورد اسمي أثناء التحقيق في الاعتقالات، لذلك جهزت نفسي للمغادرة والملاحقة. بالتأكيد كان الوضع صعب، كان عليك ألا تكون نفسك، لا بالاسم ولا بالشكل ولا بمكان الإقامة. كانت أحياء دمشق القديمة والمخيمات الفلسطينية في سبينة ومخيم اليرموك والحجر الأسود، كانت الحضن الدافئ الذي يؤوينا ونلجأ إليه. كانت أصعب اللحظات عندما ألتقي أسرتي وأولادي، وأولادي أطفال، عندما نريد أن نفترق. فكان يلتفت الصغير خلفه ويصرخ: أنا مع أبوي، أنا مع أبوي. هو لا يفهم ويسأل أمه: إذا كان أبي زوجك لماذا لا يأتي إلى البيت؟ اعتقلت في قلب العاصمة دمشق في ساحة السبع بحرات، وكنت بصحبة رفيقي المرحوم محمد منير مسوتي. كنا عم نشتري آلة سحب للطباعة من مكتب وكالة الصحافة الفرنسية، جهاز مستعمل. اشترينا، حمله رفيقي محمد منير مسوتي وخرج به. بعد نصف ساعة وربما أكثر خرجت من البناء
وجدتهم عم ينتظروني على المدخل، فابتهشت داخليا، قلت زمط أبو ماهر هو والآلة، وأنا اعتقلت. ومنذ لحظة وصولي إلى الفرع الداخلي في الخطيب بدأ التحقيق فورا، وبإحدى جولات التحقيق بين المنفردة إلى غرفة التعذيب لاحظت حذاء رفيقي أبو ماهر، فقال لي المحقق صاحبك عنا هو والمكنة. وبعد العديد من الجولات من التعذيب، عندما فقد المحقق الأمل بأن يحصل على شيء بهذه الطريقة، قال له للمحقق أنا طالع، لا تبعث وراي إلا إذا حكى. أنا اعتقلت الساعة 2، الساعة 7 كنت مرمي في الأرض دون حراك. أخرجوا أحد رفقاتنا الأطباء مسجونين، أتى الطبيب فقال لهم هذا الرجل يموت، فحملت بسرعة، ومن حسن حظي أن مشفى الهلال الأحمر خطوات بينه وبين مدخل الفرع الداخلي، فتحت عيوني بالمشفى بعد فترة لأجد نفسي في غرفة العناية المشددة وفوقي وجوه لأطباء وضباط، ويسألني الطبيب هون بيجعك هون بيجعك، فأنفي وأشير له إلى قدمي وهو يتجاهل إشاراتي. بقيت وحيدا مع الحارس، فقال لي ماذا فعلت؟ قلت له سياسي. قال لي بدهم يقتلوك، فرجوته إذا مت أرجو منك فقط أن تقول في الخارج أنني مت تحت التعذيب. ثم في اليوم الثالث حملوني إلى الفرع، لم أعد أستطيع أن أسير، فيأتي سجانين يحملوني إلى غرفة التحقيق. في الأيام الأولى أثناء التعذيب كنت أرجو أن يأتي الموت، وكان خوفي أن أنهار تحت التعذيب وأن أضع أي كلمة في غير محلها. استمر التحقيق معي لمدة 2، وبقي التحقيق مفتوح حتى وقعت عليه في اللحظة التي خرجت بها من السجن. هذا كان وضعي ووضع الرفيق محمد منير مسوتي. أول ما دخلت الزنزانة وجدت على الجدار بيت شعر ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. إذن مر على هذه الزنزانة ضيق شديد لأناس مثلي وفرجت. أذكر بعد حوالي 1.5 إلى 2 شعرت أنني بدأت أفقد ذاكرتي، فقررت أن أقاوم، فلا أعرف كيف أتى الشعر إلى لساني وبدأت أكتب الشعر. وكنت كل يوم أكتب قصيدة لأنشط ذاكرتي. في إحدى المرات وإذا السجان ينظر إلي من الشراقة، فقال لي ماذا تفعل؟ قلت له عم بكتب شعر، فصرخ
أعطيني المفتاح، مين جاب لك القلم؟ قلت له عم بكتب على ورقة ما فيك تصلى، عم بكتب هنا. قال سمعني شو كتبت، وسمعت القصيدة التي كنت أكتبها وأنا أنظر في وجهه وألاحظ علامات التأثر. وعندما انتهيت قال لي هلأ أنت كاتب هذا الشعر؟ قلت له إيه. فشتم شتيمة كبيرة، قال لي هيك وهيك باللي سجنك. وعيت نامي يا حرية يا عظيمي يا عصية، لو نمتي بيسود الكون بيبقى لا طعم ولا لون، ولو غبتي بيموت الحق وصدر العدالة بينشأ، ولا حدا بيقول لا أهون لو قامت القيامة دخل عيونك وعيت نامي. حقيقة بين المنفردة والقبر تشابه بالشكل والطول والعرض، فترة المنفردة صعبة، لكن كنت أسهلها على نفسي أن رفيقنا رياض الترك أمضى 18 عاماً في السنزانة المنفردة. من أكثر لحظات الاستغراب اللي واجهتها بأنني في إحدى المرات لم أعرف نفسي في المرآة، كنت أريد أن أخرج إلى الحمام، ذهبت وحدي، التفت فجأة وجدت أمامي شخص نحيل نياع فخته، شعره أبيض متصل بلحية بيضاء، عيونه بالكاد مبينه. فرجعت بسرعة قلت له السجان في واحد جوا. أتينا إلى المكان، وعندما وجهت المرآة عرفت نفسي من السجان، نظرت إليه هذا هو، إذن هذا أنا. فدهش السجان قال لي ما عرفت نفسك؟ قلت له لأول مرة بشوف حالي بالمراية بعد سنتين. وفي إحدى المرات استمعت إلى صوت جرس الكنيسة، وكان السجانون يتحدثون أن أولاد المسيحيين يحملون أغصان الزيتون ويذهبون إلى الكنيسة. فقلت إنه عيد الشعانين والفصح قريب. اشتقت لما يشتاق إليه جميع السجناء، ثلاث أشياء: المرأة والشمس والحرية. خرجنا من الخطيب، كنا 13 رفيق، ولا بد أن نمر على كفر سوسي إدارة المخابرات العامة، وبعدين إلى صيدنايا. وصلنا إلى صيدنايا، كان سجن مفتوح جديد ولا بد من الاستقبال. نركض وراء بعضنا في صالة، وحولنا جلاوزة الشرطة العسكرية بالكابلات، عم يطبوا على ظهورنا رؤوسنا وجوهنا. أول انطباع لي عندما فتحوا باب الجناح والمئات من السجناء أتوا، فقلت للي بجانبي يخرب بيتك يا حافظ أسد، حابس سوريا كلها. كان أمامي كل الاتجاهات السياسية، كانت سوريا بقضة وقضيضة أمامي في السجن. أيام قليلة على وجودنا في سجن صيدنايا حتى بدأنا ننسج خيوط حياة جديدة. سجن صيدنايا على الأقل إذا وقفت إلى النافذة يمكنك أن ترى جبل الشيخ، وبتعرف إنه مدينتك رابضة بأسفل هذا الجبل. كان عندنا بسجن صيدنايا نصدر مجلات ثقافية، كان هناك مجلة اسمها رؤى تحوي الإبداعات،
شعر، قصص، مقالات سياسية. وكان هناك مجلة ثانية اسمها الفراشة تعنى بنشر الترجمات التي يترجمها السجناء. وأنا أدعي الآن بكامل وعي أن تلك المنشورة كانت أثمن أدبياً وفنياً من كل ما كان يطبع في سوريا في ذلك الوقت. بسجن سيدنايا بدأنا نعبر عن شهوة الحياة، الموسيقى، أن نصنع آلات موسيقية. معظم السجناء كانوا أولاد ريف، عيون مليئة بأشعة الشمس والخضرة، فكان همنا كيف نستنبت النبات لنقول نعم الحياة ممكنة. كانوا يجيبولنا بالسحاحير خضرة وفاكهة، نتسابق كسجناء لنحف حبات البطاطا من التراب العالق فيها، رؤوس الثوم والبصل والفجل، لنأخذ قليل من التراب ونجمعه يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، ليصير في عندك إمكانية تراب تزرع فيها بذري. رفيقنا السجين باسل حوراني حصل على حوض بقونيا، زهر بقونيا صغير حامله باسل، والجناح وراء باسل، لنتشمس ونعطي الشمس لهذه النبتة. كان السجان يعاقبنا بإعدام هذا الشكل من الحياة الذي كنا نصنعه. الحرمان من الزيارة ما في شك هو عقوبة كبيرة للسجين، لكنه بالمقابل أيضا هو تنكيل كبير بأسرة السجين. بقيت أنا شخصيا 4 سنوات دون زيارة، وأهلي لا يعرفون شيء عني. فجأة ينادي الشرطي باسمي إلى الزيارة. نزلت أنا على الزيارة، كان قبلي في زيارة لأحد الشباب القادمين من تدمر من الأخوان المسلمين وهو مشلول. جابوا له كرسي وجلسوه على الكرسي دون أن يتحرك، طبعا نبهوه ما بيجي بسيرة أي شيء، فقط ليشاهدوا أهله. أهلي بالطرف الثاني من الشبك كانوا عم بيشوفوا هذا المشهد، فوقفت صحت منيحة، وقفت أمي قالت إذا صحتك منيحة أطلع على هذا الشبك. تناولت الحديد وقفزت إلى الشبك، ركضوا الشرطة شوفوا ما فيه، ونزلت من الشبك. هبطت أمي إلى الأرض وقبلتها وتراجعت إلى الوراء مكتفية في ذلك، وقالت لزوجتي وأخواتي سلموا على أخوكم. هذه الوالدة نفسها عندما خرجت من البيت في الملاحقة ما فيني غادر المدينة، رحت نمت في بيت أحد الأصدقاء شي الساعة 2 أو 3 بالليل، حاملة عصاي وعم تدق الباب. كانت متطأطئة رأسها الأرض وغطى رأسها فوق تخفي دموعها اللي عم تغرغر في عيونها. قالت لي شوف أولادك ومرتك بعيوني هو، روح وكون رجال قد حالك. آخر كلمات سمعتها من أمي. لذلك وقت رجعت في الزيارة بعد 7 سنوات وضربت عيوني بوجهها وحطتني أمام هذا الامتحان لتتأكد أنني ما زلت أنا،
كنت منشرح من الداخل لأني قمت بشيء من الوصية اللي وصتني إياها. كان الشيء المرير في النفس الذي لا يمكن أن ينساه أن يسألني ابني الأوسط: بابا أنا نوار، عرفتني؟ قدمنا لمحكمة أمن الدولة. أنا عندما قدمت كان صار لي 7 سنوات في السجن. بعد انتهاء مدة الحكم ما بيقدر سجن صناية يحتفظ فيك ولا في يوم، لكن هذا لا يعني أنه بتذهب إلى الحرية، بدك تعود على نفس الطريق يلي وصلت فيه على سجن صيدنايا. بيوم هيك أمسية كنت لحالي في هذه المنفردات، وإذا فجأة بيفتحوا باب الزنزاني بيكون جايبين أغراضي، بيقولوا قوم يلا لوين؟ قال اطلع صراحة. خرجت من الفرح ما حدا حكى شيء، إذن اطلع صراحة. عندما قامت ثورة بتونس كنا نحن نشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب في سوريا، أحزاب المعارضة، كنا كمن يتفرج على فيلم سينما. لكن عندما امتلأ ميدان التحرير بالشباب المصري قلنا لا، هي الثورة. في 18/3 موعد أول مظاهرة خرجت من المسجد العمري في درعا، وجدت نفسي منخرط في هذه المظاهرات، في قطنة، في الكسوة، في المعظمية، في القدم، في دوما. أنتم الآن تزرعون بذور الحرية. ففي 10 نيسان من مدينة قطنة أنا اعتقلت من قبل الفرع الداخلي نفسه، لكن بطريقة بوليسية. اختطفوني اختطاف من سيارتي دون أن أعرف لوين رايح. من الفرع الداخلي نقلنا إلى كفر سوسة، ومن كفر سوسة إلى سجن عذرة. هناك بقيت شهر عندما اقتحمت مدينة قطنة بقيادة رستم غزالي. اعتقلت وقام هو شخصيا بالتحقيق معي. قدم لي 2 تهمة بحضور 6 ضباط من القصر الجمهوري. قال: أنت متهم بالتحريض على التظاهر وبتأسيس إمارة إسلامية في قطنة. قلت له: لا يا سيادة اللواء، منين جايب لي هذه التهمة؟ أنا أحرض على التظاهر، أما ما يتعلق في الإمارة الإسلامية، أنا اسمي جورج صبرا، وقت بدي غير ديني في طريقة إلى ذلك معروفة لدى الجميع. قال: لكان شو قصتك مع الله أكبر؟ وين مرحت تصرح الله أكبر؟ شو دخلكم بالله أكبر؟ قلت له: ليش، مين قال أن الله أكبر لكم بس؟ كمان نحن عنا الله أكبر، وأنا سوري والسوريين بيناموا وبيفيقوا 5 مرات باليوم على نداء الله أكبر، فبأي حق تعيب علي الله أكبر؟ أحد الضباط في التحقيق كان يصرخ في وجهي: لماذا أنت هنا؟ لأنه يفترض أنه أنا جورج مكاني معه. ثم بعد 2 شهر أطلق سراحي. أقول إن السجن في المرحلة الأولى أيام حافظ أسد اللي أمضيتها مثل بقية سجناء لا تساوي شيئا أمام السجن في مرحلة الثورة. عدت إلى الملاحقة من جديد، أخذت زوجتي ونزلت إلى دمشق إلى بيت سري. خرجت بناء على طلب من المجلس الوطني السوري لأنضم إلى المكتب التنفيذي. فبواسطة الأصدقاء الفرنسيين حصلنا على تسهيل خروج تسمى لسي باسي، لكن يجب أن ننطلق من عمان إلى باريس، ولا بد من الذهاب إلى الأردن سيرا على الأقدام عبر الحدود. نمت في عمان 24 ساعة، وفي اليوم اللي بعده أتيت إلى باريس. لم يكن لدي أدنى شعور
أن هذا الخروج سيطول. أحلم بأن هذا العالم يهتدي إلى بقية من ضميره ويقول إن الحل السياسي مرهون بعملية انتقال سياسي لا وجود لبشار الأسد فيها. من أجل جميع السوريين على اختلاف مواقعهم، على اختلاف مواقفهم، على اختلاف انتماءاتهم، أحلم أن أسمع أن بشار الأسد غادر البلاد أو غادر الحياة، لأن لذلك رمزية واضحة وأساسية في فتح الباب أمام الحل السياسي الحقيقي.